بيان إلى الرأي العام. 8 أعوام مضت على انطلاقة أولى هجمات تنظيم داعش الإرهابي والتي استهدفت مدينة المقاومة والصمود كوباني. هذه المدينة التي أثبتت للعالم مدى قوة وإرادة الشعوب الحرة في مواجهة الإرهاب والتطرف وقوة الظلام، وهذا ما فعلوه. ففي 15 من أيلول من عام 2014 عمد تنظيم داعش إلى محاولة انتزاع مدينة كوباني من أبنائها والسيطرة عليها وفرض سياستهم الإجرامية وأفعالهم الوحشية في وقت كانت جرائمهم قد بلغت ذروتها وأرعبت المجتمع الإنساني بأكمله، إلا أنهم لم يصمدوا أمام مقاومة العصر التي أبهرت العالم الإنساني ودفعته لمساندتها. حين انبثق الأمل وبصيص الضوء من كوباني التي على عكس العديد من المدن رفض شعبها أن يرفع الرايات البيضاء وقدموا مقاومة تاريخية كسرت شوكة داعش وكانت بداية النهاية لهذا الإرهاب. فبعد تهجير عشرات الآلاف من المدنيين واستشهاد المئات وتدمير البنى التحتية واستمرار الحصار على مدى أكثر من 134 يوما ورغم فارق العدة والعداد لم تنكسر إرادة المقاتلين من وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات الجريلا التي ساندتهم فحققوا نصرهم المؤزر وحرروا مدينة كوباني وتحولت مقاومتهم إلى ملحمة بطولية استقطبت العالم وأدرك العالم حقيقة الدفاع فيها عن الإنسانية والقيم التي تخص المجتمع الإنساني. باسم مكتب تجمع نساء زنوبيا في الطبقة وريفها نعاهد شهدائنا الذين ارتقت أرواحهم في كل محطات النضال لأجل تحقيق الحرية والعدالة لشعبهم. عهدا علينا أن نكمل المسير وسيبقى طريق النضال بوصلتنا نحو تحرير كامل التراب السوري من أي عدوان إرهابي الدولة التركية التي تمارس جرائمها الوحشية بطريقة داعش، فهما وجهان لعملة واحدة. وكما دحرنا داعش سندحر هذا الاحتلال وبإصرار كبير سنرفع من وتيرة مقاومتنا ونحمي شعبنا ووطننا وكافة المقدسات الإنسانية. الرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار والنصر لقواتنا. عاشت مقاومة كوباني مع تحياتنا الثورية 15/9/2022.